السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم روتين جديد ولا فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا لقيتوني عاجنه واحد الخبيز ديال الشعير بالكمون والسانوج والزعتر. كيف ما كتعرفوا ان الشعير كيجي بنين بالمحرش، يعني محيرشات رائعين تيجيو غزالين. كيف ما كتشوفوا راه خلطته شويه الملح وشويه الخميره وحطيته هنا يتسرح، وكيف ما كتشوفوا غادي نوجد البصارات، الطبق المفضل لدى المغاربه كاملين. وكل الشعبيه البصاره هي اللي كتليق في هذا البرد. انا درت الماء في الكوكوت، فكتشوفوا البصاره كتجي رائعه في هذا البرد صراحه. الطريقه كتجي فيها سهله، ما كتشوفوا غادي درت الماء كيطيب في الكوكوت. هنايا خديت القياس تقريبا نص كيلو ديال البصاره، عشي شويه درتو. غادي نقيه شويه ونديرو في الكوكوت نيشان يطيب. انا الفول كنحتفظ بها البنات في الكونجيلاتور، تبقى ليا مزيان ما تيدير هذاك المخيخيشات ما والو، تبقى زوين في الكونجيلاتور. يعني تجبديه تنقيه عادي وتغسليه صافي، يعني تبقى محتفظ زوين ما تطرى لي حتى شي حاجه. صافي كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا كنقي فيه ما فيه والو، جديد تبقى جديده البنات. الفول احتفظوا بيه في الكونجيلاتور تبقى زوين فريغو. مهم البنات غادي ندوز نغسلو، نقلب على شي بول نغسلو. ولفت نشارك معكم بهاد الروتينات هادو، نتوانسو مع بعضياتنا ونشاركو الافكار علاش لا. ونشاركو اليوميات ديالنا. الحمد لله ولفتكم بزاف، نتمنى تنتوما ندخل لكم لخاطركم ما كتشوفوا معايا. الله يدومها محبه يا ربي امين. ما تبخلوش عليا البنات باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد دائما في القناة يا ربي. وشكرا لكم، شكرا على التفاعل ديالكم. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نغسل هاد الفول. نغسله شوية، ندير عليه الماء صافي. كنديرو في الماء اللي درت في الكوكوت تيغلي طريقة سهلة باش كتصوبي البصارة. يعني المغاربة كاملين كيعرفوا ليها تقريبا، هي الأكلة الشعبية وأكلة معروفة على الصعيد المغربي. أكثرية الناس ديال الشمال صراحة يصرعوها زوينة. مهم الطريقة كتجي رائعة بنينة. فايتة جربت معكم واحد الطريقة ديال أنا كنشحرها، هذه الطريقة الثانية. الطريقة هذه حتى هي كتجي فيها رائعة بنينة بلا قياس، يعني كتجي مشحرة من داك الشرفيع. كندير الفول في الماء ما كتشوفوا، سهلة اسهل ما يكون انك توجدي البصارة، سهلة جدا. محمد راسي دور حدايا، غادي يبقاو يشوفوني غنصور يا لطيف. كلشي يبغي يجي يبان، كلشي يبغي يهضر، كلشي كتجي كلشي كيجيهم في خطرة. الله يصلحهم وخلاص. عاوتاني ندير لكم كوكو. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، محمد راه كيبغي يطل الكوكوت. انا البنات غندير الثومه، راه قشرها لي محمد وباغي يديرها بوحدو في الكوكوت. الثومه تقريبا فص ديال الثومه يعني راس كامل درتو مع الماء هنايا، والمرة بدات يغلي ما كتشوفوا.
الأساس في البصارة، يعني حاجة مهمة جدا. أنا زيد شوية الماء بل يقلي ما كيف ما كتشوف. زدت الماء، غادي ندير باقي المقادير. تابعوا معايا، غندير شوية زيت البلدية اللي هي ضرورية هي في البصارة. زيت البلدية تقريبا نص كاس ديال زيت البلدية. انا تندير عيني ميزاني، مهم سمحوا لي على التصوير وصافي. مع مرونه مع الوليدات ما كاين باس، الحمد لله انا درت مليحه ما كتشوفوا. ما كنبقاش نهز العطريه وكنحطها نستفها كنهز نيشان، هي سمحوا لي صافي. مهم عندنا شويه ديال البزار، تقريبا على عينكم ميزانكم، معلقه معلقه ونص على حسب هذه الكميه. معلقه كبيره ديال الكمون، هنا التحميره، التحميره باش تعطي هذاك اللون الرائع زوين. المهم ما في البصاره التحميره كتجي رائعه اللون ديالها في البصاره. اختيارية السودانية، اختيارية على حسب واش الوليدات ياكلوها ليك ولا يبغيوها ولا ما يبغيوهاش. انت تغيش شوية كتجي بنينة في البصارة، ما تنبغيش نتخلى عليها، كتجي رائعة صافي. وغادي نسد عليها الكوكوت، دغيا طيب واحد 10 دقائق صافي تكون واجده ان شاء الله. هنا غادي ندوزو المحراش ديالنا، غادي نحاول نقرصوه. هنا باش ناخد بلاطو غادي نقرصو بديك البلبوله الرقيقه البنات. حتى المره اللي فاتت درت البلبوله غليظه، جا شويه قاصح داك البلبوله تعضي فيها شويه قاصحه. البلبوله الرقيقه كتجي زوينه، ما كت بالنسبه لك كتجي رطبه. المحراش كيجي رائع زوين مع البصل كيجي غزال. هنايا غير الشعير بوحدو تقريبا جوج زلافات ديال الشعير بلدي مع شي نص زلافه ديال الفورص غير باش تجمع لينا الخليط وصافي. شي شويه الفورص ولكن اغلبيه غير الشعير صافي، وشويه السانوج وشويه الكمون وشويه ديال الزعتر ضروري صافي. وسنحاول نديرهم كويرات متساويه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وغادي نبدا نقرص فيهم.
كيف ما كتشوفوا البنات، من بعد ما قرصت الخبز درتو يخمر شويه، وغادي ندوز نطحن الفول ديالي او البيصاره. درتها في المونينكس كيف ما كتشوفوا، مونينكس غادي نطحنها ان شاء الله بهذا الشكل. انا كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل ديال البيصاره كيف كيولي، يعني كتطحن كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه، ما هي خفيفه ما هي ثقيله. كنخليوها على هذا الشكل بالمقادير اللي عطيتكم، صراحه كتجي هائله كتجي غزاله البنات. دابا غادي نمر باش نقدمها في الزلافات بهذا الشكل، كتجي غزاله ما تشبعوش من النهايه البنات، كتجي طوب دي طوب، واعره واعره ما شاء الله بنينه. انا ضروري ندير لها شويه ديال الزيت بلديه، ورشه ديال الكمون، من بعد غادي حتى نعمر الزليفات كاملين، ربعة زليفات بهذا الشكل، كتجي ما شاء الله غزالة البنات. ضروري مرشة ديال الكمون. كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي البنات، الخبيزات يجب تعيشه رائعين رائعين، عرفتي ما كاين احسن من الشعير، عرفتي البنات يجي غزال ومشيش ورطب فني ومهم نقولش لكم. يلا سلام، ضروري تجربوه وتشوفوا هي هنايا البيصارة كتجي غزالة غزالة خاطرة، ما هي جارية ما هي خاطرة بزاف، كتجي رائعة، نقولش لكم علقة. حطيت.